هو مفيش دكتورة ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتورة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت ان بيتباع عندكم، يعني حاجة كده مستوردة. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اصلا ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. سيني سيني. سلام. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خشي برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندك اهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله. ألف مبروك. ألف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا أخوي. ألف مبروك. ألف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك يا مصر. عايزين اللي هي تملى البيت. ها؟ يا رب. فاهم ولا ما أنتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معلم. ربنا يهدي سيرك يا رب. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك. يلا يا جماعة متشكرين. مش فاضيين. أسبوع أسبوعين. نجاملكم في الأفراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. 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 نجاملكم في الأفراح إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بنت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزة اقعد معاهم شوية. مفيش شوية ولا شويتين، يلا يا بنت. تعالي يلا. يلا. بس خلصي الأكل كله. حاضر. حبيبي يا صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسة. ايه رأيك في الشقة؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض ونخلف يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب. اصلا انا مش هينفع اعيش مع واحد مش قريب من ربنا. انا عايزك تصلي يا محروس. يا ست اصلي؟ عايزه نصوم اثنين وخميس كمان. عايزك تأم بيا واصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازه دي. ان شاء الله هيكرم. انت وش الخير. We'll be right back.
مجنون يا محروس؟ رجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. حاضر. انت هتسحر؟ ومضى عينك. فتحي. يا لهوي؟ بتاع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده. ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ بس كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله. اللهم صل على النبي. يا لهوي كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسس ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه. ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشوي لك دنيسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنيسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. نقيل؟ حصلين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، حكاية بجد. الست دي بتعرف صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانة؟ انا ممكن اقعد النهاردة ما انزلش. لا لا روح شوف وراك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تأمين العربية والتاني جاي. انت هتروح لأم صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. طيب محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محروس. أعمل لك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك انت نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم.